انتوا بتعانوا انا بعاني من ترجمة الكورسات الاجنبية. اياما بنشوف كورسات ما لها ترجمة بنترجمها، اياما كمان بتكون اللغة سريعة جدا ما لنا ملحقين الترجمة تبعها، وبنعاني ايضا من النص كيف بدنا نسحبه وكيف بدنا نترجمه. اياما بنستخدمه للدبلجة، اياما بنستخدم هذا النص لانشاء محتوى عربي مسحوب من محتوى اجنبي واعادة تهيئته. فانا عانيت وانتو عانيتوا، انا دورت كثير حتى لقيت لك هالاداة، اداة بالذكاء الاصطناعي مدعومة من شات جي بي تي، تسحب لك اي نص من اي فيديو على اليوتيوب، اجنبي صيني روسي عربي، تسحب لك النص تبعه اذا بدك انت بالدبلجة، اذا بدك انت بتترجمه وبتستخدمه للشيء اللي انت بدك اياه. قبل ما نعرف شو هي الاداة حابب اقول لك شوف المقطع لنهايته. ليش؟ لانه انا بنهاية المقطع تارك لك مفاجأة رح تستفيد انت منها، ورح تستفيد من هاي الاداة في تطليع الفلوس. بنهاية المقطع رح اقول لك اللغز تبعها. الاداة هي اضافة منضيفها على جوجل او على المتصفح تبعنا، وبرجيك استخدامها وشرحها انا بالعملي، فانتظرني. هاي مع زعتري اي اي، انا ابراهيم زعتري مبرمج ومختص بالذكاء الاصطناعي. لا شرحنا شو اللي هي الاداة كنظريا وعانينا قبل ما نعرفها، حاليا رح تروحوا المعاناة ونستكشفها. انتوا جاهزين؟ واذا انت اول مرة بتشوفني لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، وتضغط اللايك الحلو لانه ما حيضرك شيء بس رح يفيدني لينتشر المقطع لاكبر قدر ممكن من العالم. يلا خلينا نقول يا رب. بسم الله. انا بس ما انتوا شايفين هي قناتي على اليوتيوب، الحمد لله وصلنا ل 496 مشترك وب 25 فيديو خلال شهرين من صناعة المحتوى. الحمد لله في فيديوهات وصلت معنا بسم الله ما شاء الله ل 1200 فولورز. المهم اليوم المحتوى تبعنا، الفيديو تبعنا عن كيفية تحويل الفيديو الى نص بالذكاء الاصطناعي بمساعدة اضافة على جوجل كروم مثل ما حنشوف احنا حاليا. اضافة سهلة بسيطة خليك انه انت اللهم صل على سيدنا محمد لكني هلا كبست عليها، بتخليك انه تنسخ النص مثلا. هلا رح نعرفكم عليها بشكل مفصل. اسمها يوتيوب سماري ويذ تشات جي بي تي اور كلاود. هي الاضافه، هي الاضافه بتضيفها انت على الكروم تبعك. ما رح نشوف مثل ما انتم شايفين شرحين عليها، ما رح نشوف الفيديو لانه حاشرح لك هلا شرح مفصل عليها، بس رح نشوف الريفيو عليها. ريفيوهات كثير عاليه صراحه، اداه رائعه مثل ما انتم شايفين وعم تقراوا. تمام، أداة اللهم صل على سيدنا محمد فينك تصنع فيها المحتوى. نحن كانت هون عم ورجيك انه هي فينك تقلب باللغة، هون بتكبس الزر عشان تضيفها، ورح ورجيك انا شلون ضايفها عندي بالاستضافات. هون انا عندي ضايفها بالاستضافات. نرجع برضه مثل ما عم اقول لك انه هي مثل شلون بدي اقول لك هي خاصة لليوتيوب، عشان يكون عندكم انتم علم خاصة باليوتيوب. هلا مثل ما انتم شايفين رح نروح على قناة اليوتيوب، انا مثلا اكتب ستوريز ان انجلش مثلا، القصص الخاصه بالانجليزي مثلا. اذا احنا بدنا نحول المحتوى من انجليزي لعربي، او مثلا ناخذ القصه نعمل لها اعاده توظيف بفيديوهات جديده ونوظفها ونعمل صناعه محتوى. خلينا ننقي اي قصه من يلي انتم شايفين، مثلا هي القصه. تمام، حاطط لكم سهم انا شلون هي بتبين هلا عندك على المتصفح على اليوتيوب، بتبين بالشكل التالي، بتبين بالشكل التالي. هي القصة أجنبية مثل ما أنتم شايفين، سهلة بسيطة. بنفتح هيك بتبين لك النص شو مكتوب بقلب القصة، أي فقرة مكتوبة بالقصة بتبين لك كنص. أنت شايفها كانت صوت، هلا بتبين لك إياها كنص مثل ما أنت شايف، نص عادي وطويل جدا ما بتنقص لك منه أي حرف ولا أي كلمة. هون عم أرجيك أنا مثلا قديش طويل، قد ما كانت القصة طويلة لحد تبين لك إياها. شغلة بسيطة، هلا أنت فينك مثلا توظفها لغير شيء، تنسخها، تعاد على إعادة ترجمة. أنا حاليا بهذا الفيديو رح انسخها ونعمل لها إعادة ترجمة على جيميناي مثل ما هلا أنتم حتشوفوا، ونوظفها لتوظيف شيء ثاني. حلو، هون انا عم اورجيك شلون فينا ننسخها من خلال هاي الايقونه. هون اذا بدك الترجمه انت مثلا او تقلب الترجمه تبعها. تمام، هون مثلا تحدد جزء من النص. طيب حلو، انا مثلا حاليا رح نتاكد من النص بس ونعمل له نسخ. بعد ما تنسخها انت مثلا خلينا نروح على مثلا جيميناي، خلينا نفوت على جيميناي مثلا نكتب له مثلا خلينا نترجمها بشكل احترافي، وكمان
اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله، نترجمها بشكل احترافي ونحن بدنا نوظفها ونكتب ونلصق له اللغه باللغه الاجنبيه اللي نسخناها نحن من قبل شوي. مثلا هاي انا اريد ان اترجم، انت مثل ما انتم شايفين، انتم شايفين انا مثلا عم بستخدم الصيغه المحدده والصيغه البروفيشنال اللي انت تسال فيها جيميناي او شات جي بي تي لتعطيك افضل اجابه، بتبين له انت شو بحياته، تمام، وانت شو طالب منه بالتاسك هذا. اريد ان اترجم النص التالي الى اللغه العربيه بشكل احترافي، وانا اكلمك كونك خبير بالذكاء الاصطناعي، تمام، انا قلت له شو انت، ونسخت له النص وقلت له قول يا رب، شوف رح يعطيني اياها بشكل احترافي ويعطيني كمان دلائل مثل ما انا شايفك. شوف اعطاني جاكو بدور الفاصوليا السحريه نسخه من قصه من تاليف، اعطاك شو اسم التاليف والقصه، تمام، اعطاك يعني شو المراجع. هي صراحه ميزته جيميناي، اذا انت مالك عارفان جيميناي انا حاطط شيء شرح مفصل له. انت حاليا عرفت الأداة وعرفت كيف تستخدم وعرفت كيف تضيفها على المتصفح تبعك، بس حاليا انت ما لك عارفان شو بتستخدمها وليش استخدمناها. انا بفيديوهات سابقة شرحت لك عن استخدامها واستخدمناها لصناعة محتوى اجنبي، اخذنا قصة اجنبية سحبنا النص تبعها ترجمناها اعادة تهيئة زبطناها لفيديو خاص فينا. اكيد انت حابب تطلع فلوس من صناعة المحتوى، لح يطلع لك هلأ الفيديو عندك على الشاشة، لازم تروح تشوفه لتستفاد من هاي الأداة وتطلع مصاري من المحتوى الأجنبي. فلهيك أنا مستنيك هنيك، روح شوف الفيديو نصيحة لأنك أنت رح تستفاد، وإذا ما شفته براحتك أنت الخسران. وصلنا للمفاجأة، مفاجأتنا هي تارك لك أنا فيديو خاص فيني بالوصف، لا تنسى تروح تشوفه، صدقا أنت رح تستفاد. هذا الفيديو مو معروض لكل العالم، هذا المعروض خصيصا إلك، ورح يعلمك شغلات خاصة بالذكاء الاصطناعي. إمنا من صناعة المحتوى شوي، رح يعلمك كيفية طرح السؤال على شات جي بي تي وجيبناي، كيفية استخلاص منه أفضل الأجوبة وأفضل المراجع العلمية والعالمية. لا تنسى تروح تشوفه، نصيحة إلك، يلا سلام.